أهلا بكم من جديد. أول موضوع نستهل به نيوز الجامعة نشاط وزاري، حيث أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور شمس الدين شيتور وبمقر الوزارة أشرف على تنصيب أعضاء الندوة الوطنية للمؤسسات البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. نتابع التقرير لظهير أبو مريم. بلورة استراتيجيات وميكانيزمات لتنظيم الأبحاث التطبيقية واستغلالها في الاقتصاد الوطني هو ما ستسعى لتحقيقه الندوة الوطنية للمؤسسات البحثية، والتي نصب أعضاءها وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور. Que l'université soit bien gérée, mais qu'à côté il y a la science. لازم المستوى تاع الجامعة يبدل. Ça veut pas dire qu'on n'a pas fait des choses. On a fait des choses. C'est pas le problème. Mais on peut faire mieux. Et surtout, nous n'avons plus le choix. La rigueur, l'éthique. لازم تعود المصداقية في الجامعة. Nous avons une responsabilité collective. لازم تعاونوا بعضنا بعض باش نعطيو القيمة للجامعة الجزائرية. الندوة الوطنية هذه ستؤدي دورا محوريا في تجسيد السياسة الوطنية للبحث العلمي، لا سيما ما يتعلق ببرامج الشراكة مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي. وكانت إلا الندوة الوطنية للجامعات الجزائرية التي تأخذ بعين الاعتبار البحث العلمي الجامعي فقط. الآن بهذه الندوة لتشمل كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تتكفل بكيفية تنظيم البحث التطبيقي، بحيث هي مراكز بحث، والمراكز البحث هي متخصصة إلا في تطوير ذات الصدى الاقتصادي والاجتماعي. مجهودات حثيثة سيسعى من خلالها القطاع إلى تحديد الإمكانات اللازمة لترقية التعاون ما بين مؤسسات البحث العلمي الوطنية والأجنبية، وكذا تطوير الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني.